وللحديث عن الانتهاكات ضد المعتقلين في السجون الحكومية في العراق والكشف عن عمليات سرقة للأعضاء البشرية داخلها، معنا من عمان عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بك معنا سيد عمر. أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيد عمر. بداية، كشفتم عن عمليات سرقة للأعضاء البشرية داخل سجون حكومية في العراق، لو تضعنا بتفاصيل ذلك وكيف استطعتم التأكد؟ نعم، هذه هي الحوادث المتكررة والممنهجة بحق المعتقلين في السجون الحكومية. كشفت لنا العديد من الانتهاكات والظواهر الخطرة التي تتعمد إدارة السجون في هذه المؤسسات الإصلاحية في العراق، إلى أن هذه الجثث التي تعود لمدنيين قد اعتقلوا في وقت سابق بوشاية المخبر السري أو بتهم كيدية أو تحت مادة 4 إرهاب ظلما وسهولا، واعترفوا بالتعذيب أثناء هذه عمليات التحقيق بهذه الجرائم أو التهم المنسوبة إليهم. ولما يعني قتلوا أو ماتوا تحت التعذيب في السجون، تبين لنا من خلال أهالي الضحايا بأن ذويهم الذين توفوا في هذه السجون أنهم بطونهم مجوفة، وأن مناطق على الصدر وأسفل والبطن قد تعرضت إلى يعني تشريح، وهذا التشريح هو مريب إذا كان المريض توفي أثر التدرن. لماذا فتح الجثة والعبث بها؟ وبالتالي أكد لنا أكثر من مصدر من أهالي المتوفين بأن هناك عمليات سرقة لهذه الأعضاء، ونحن يعني نتخوف على مصير المعتقلين الآخرين الذين يتم وفاتهم يعني بصورة مفاجئة ولم يعلن عنها مسبقا أو لم يعرضوا على الأجهزة الطبية أو الكادر الطبي لمعرفة السبب الحقيقي. وأغلب هذه الوفيات هي إما تدرن وإما غيرها، ولا تستوجب هذه التشريح والتحقق من الوفاة، فضلا على أنه حتى الذين خضوا تحت التعذيب والآثار ظاهرة عليهم. تبين لنا أن هناك سرقة الأعضاء، وهذه التجارة هي تفشت في العراق وانتشرت بصورة كبيرة منذ عام 2003، وبالتحديد منذ عام 2005 انتشرت بشكل كبير من خلال وجود الميليشيات أو سيطرتهم على هذه السجون. أيضا يعني هناك تجارة خارجية ما بين العراق والدول المجاورة في هذه الأثناء، وكشفت تقارير دولية على أن وجود هناك طائرات تحط في الصين في إيران قادمة من العراق تحمل هذه الأعضاء البشرية التي تتم متجارتها عبر إدارة السجون وعبر شبكات الجار بالبشر في العراق. طيب سيد عمر، تخطت أكثر من 27 شركة أو مؤسسة في التجارة. هل هناك معلومات عن يعني أعداد المعتقلين الذين يعني تم سرقة أعضائهم؟ هل هناك أي تفاصيل حول ذلك، وحتى عن تاريخ أو عن تواريخ هذه الانتهاكات؟ منذ مارس 2019 وإلى هذه اللحظة قد كشف المركز العراقي أو وثق المركز العراقي أكثر من 73 جثة، وهذه أغلبها وأغلب هذه الجثث هي يعني عندما تنظر إلى الصور التي ينشرها المركز ترى أن هناك يعني خسوفات في الجسم، هناك يعني بعض النقوصات في الجسم في داخل الجسم، وهذا ما أيضا ما أكده لنا أهالي الضحايا. هذه 73 جثة أو أكثر، يعني تقريبا 70 أو 69 جثة منها هي مشرحة. هذا التشريح هو ما أثار لدينا الشكوك والريبة، وقد سألنا أهل الضحايا فيما إذا كانت هناك يعني عملية جار بالأعضاء البشرية أو جار بهذه الضحايا.
فأكدوا لنا أن هناك يعني مناطق في على صدر كما ذكرت قبل قليل، هناك مناطق مجوفة يعني من شدة الهولة ومن شدة سيد حزنهم وعزائهم للضحايا لا يريدون. هل تعتقد بوجود أي دور للحكومة المسيطرة الآن أو لحكومة العراق الآن على هذه الانتهاكات، أم أنها لربما لا علم لها بما يجري؟ بالطبع لديها العلم وهي تعرف ماذا يجري في السجون، سواء كانت هذه السجون تدار من قبلهم أو من قبل الميليشيات، وهناك يعني عمليات ترابط وتوثيق ما بين هؤلاء بين إدارات السجون وهذا ما وما بين الذين يتاجرون في هذه الأعضاء، وهناك يعني حتى معظم إدارات السجون وقد كشفت بعض المصادر الرسمية من قبل أو النواب الذين هم في البرلمان الحالي لأن هناك تجارة أعضاء للمعتقلين وهناك بيع وشراء للمعتقلين أنفسهم بين إدارات السجون، وهذا ما يحدث فعلا في هذه السجون من قبل الحكومة ومن قبل الميليشيات التي تسيطر على هذه الأجهزة الحساسة في السجون، وهذا يدل الكثير من أن هناك عمليات البيع والشراء في السجون الحكومية ولا سيما بيع الأعضاء البشرية. نعم، إذن عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.